بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يبقى فعل القادر الأعلى بلا علاج، مش لما يعمل حاجة يقعد يشتغل فيه، اللي هي أمر فتنفعل له الأشياء. وإحنا عندنا الأمر بتاع علينا لجوارحنا بيبقى مجرد مش أمر، ما بأمرش، ده مراد بس في النفس يجي يتحقق هذا الإيه، يتحقق هذا المراد. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. طب ما قالش ليه في الإنسان كن فيكون؟ لأنه لو قال الإنسان ما فيش حاجة هتطور. نعم، نتيجة كل ذلك بقى إننا نقول أنه إذا ورد لله وصف وأورد سبحانه لخلقه وصف من جنسه، نقوم ناخده في إطار قول ليس كمثله شيء. فسبحان أي تنزيها له، تنزيها له عن أن تشبه فعله بفعلك أو ذاته بذاتك أو صفته بإيه؟ بصفاتك. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. مادة ميم ولام وكاف ملك دي بتمشي أربع مراحل. المرحلة الأولى مالك، ويطلق على كل من ملك شيئا ولو كان تافها. ما عنديش الا التوب ده، يبقى برضه ايه؟ مالك لي، انا مالك لي. ويطلق بعد مالك ملك، يملك من ملك، يبقى اعلى شويه. انا بملك دي والمالك يملك التصرف. الملك يملك ان يتصرف فيها في اداره حركتي، هذه ايه؟ هذه ايه؟ مالك وملك. الملك ده يطلع يترقى في امور يعرفها الناس كده قلوا قدامهم، ده اسمه عالم الملك، عالم الايه؟ فاذا كان في شيء مداري بقى عنهم ما يعرفوش يبقى عالم الملكوت. يبقى الملكوت اقوى من الايه؟ من الملك. الملك للامور الايه؟ الظاهره، الملكوت للامور الايه؟ الخفيه. طيب، قد يكون الشيء ملكوت في وقت ثم يصير ملكا في وقت آخر، ككل الأشياء اللي بيتكلها الإنسان كانت غيبا مش مشهودة، ما كانتش في عالم الملك مش قدامنا، وبعدين اكتشفناه بقى في عالم الملك بعد أن كانت ملكوت، ويبقى فيه أشياء تفضل ملكوت دائما ما نعرفهاش إلا بعدين في الآخرة. أو ده اللي كنتم إيه؟ اللي كنتم تكذبوه. قول الحق سبحانه وتعالى في سيدنا إبراهيم: وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات. ليه؟ لأنه في عالم الملك نبغ ونجح، ابتلناه في كل حاجة، ابتلناه في فتوته وشبابه والإحراق برضه صبر، في شيخوخته اللي بيظن فيها الإنسان بيبدو أكثر من حياته، ابتلناه في فيها هيقتله بإيده، نجح ولا ما نجح؟ نقوم ده أهلأ لأننا نعرفه أسرارنا بقى. لما يكون عندك أولاد وليك أشياء أنت مخبيها عن عامة الأسرة، كل ما يكبر واحد كل ما تشوف فيه مخايا كويسة تفهمه حاجة، تفهمه حاجة. يبقى إذا الذي يحسن العبودية لله يحسن الله له العطاء، يوم يديله أشياء. ولذلك لما جينا في سورة الكهف في العبد الصالح، إيه الحكاية في العبد الصالح؟ إحنا عارفين الحكاية بتاعته. قال موسى لفتاه إيه؟ لن أبرحه، مش عارف ايه مشكلة الآية ايه إذا. بس قال موسى لفتاه لا أبرحه حتى مجموعة البحرين او ايه. طب لما راح وبعدين هو قبل العبد الصالح عبدا من ايه؟ آتيناه رحمة من عندنا الله وعلمناه من لدنا علما. هو خد خطفه زي الرسول، قال لك لا، ده هو خد اللي جه به الرسول وطبقه كويس. فلما طبقه كويس قلنا له انت مأمون على مناهج الله واسراره، خد من عندنا بقى من ورا الرسول.
من وراء ايه؟ اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا علما. الهدى بينزل شويه من عالم الايه؟ الملكوت. مثلا موسى زعل ليه لما السفينه انخرقت؟ لانها كانت لمساكين يعملون في البحر وهيخسرها لهم المساكين. ده علم الملك الظاهر هذا. انما الملكوت بقى قال له ما اصل فيه كان فيه ملك عمال ينقي السفن الحلوه وياخدها، فلو لا معطوبه مش هياخدها، يبقى احنا حافظنا لهم عليها ولا لا؟ لان يملكوا سفينه مخروقه ولا ما يملكوا السفينه خالص؟ يبقى ده عالم الملكوت، اسمه عالم الايه؟ احنا وريناها لمين؟ للعبد الصالح، زي ما ورينا ابراهيم ملكوت الايه؟ السماء. يبقى عندنا ايه؟ مالك؟ مالك وملك وملك وملكوت. ملكوت زي رحموت يبلغوا، ملكوت رحموت جبروت رهبوت، كل دي مبالغه في الايه؟ مبالغه في الايه؟ في الملك. هناك بقى لما تيجي بقى تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. لا قال ملك ولا قال ملكوت، ده قال مالك. ده بقى ايه؟ في اول ايه؟ في اول حاجه. لا ليه؟ لان اصل في الاخره ما حدش له ملك ولا الا بيته. ولذلك تجد ساعات صفات المبالغه تيجي فتتعجب ليه، مع ان الاولى ان تاتي صفه ثانيه يوم يجيب الصفه دون المبالغه. انا كنت بحكي لاخواننا بقول ساعه ما نيجي لشعار الاذان عندنا نقول ايه؟ الله اكبر، مع ان اكبر مش من الاسماء، هي وصف. الاسم الكبير ولا اكبر في الاسماء 99؟ ها؟ فكيف ناتي بشعار الصلاه اللي هي عماد الدين خلاص بالصفه ولم ناتي بالاسم اللي هو ايه؟ الكبير. ما نقولش الله كبير، لا قلنا الله تعالى. ليه؟ لانني باخد الناس من اعمالها لاستجابتي الى دعاء ايه؟ ربها. كان الله يريد يقول اعملك ده كبير في ذاته، لانه ده مهمتك في الحياه، لكن انا باخدك الى اكبر منه عشان تنشحن عند ربنا وبعدين اردك للعمل. بدليل ان انا بقول لك فاذا قضى الصلاه فانتشر في الارض وابتغوا من فضله، يبقى ده كبير بس ده اكبر. هذه واحده. لكن لما يقول كبير، لما يقول اكبر يبقى فيه كبير، يبقى عمل الدنيا كبير، ولكن لقاء خالقك وخالق الدنيا اكبر، لانه هيعينك على مسائل ما بحتقرش عمل الدنيا خلاص. لكن لو قلنا كبير يبقى مقابله صغير، ففي الاسماء كبير لان ما دونه صغير، ما له صفه الكبر ابدا. نعم نعم. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، اللي انت شايفه واللي ما انت شايفه. اللي انت شايفه ده خلاص انتهينا منه، واللي ما كنت شايفه وشفته كان من عالم الملكوت بقى من عالم الايه؟ لكن في حاجات تانية تفضل في الملكوت الى ان يخبر، لحد ما ربنا يخبر بها حد من عباده. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسوله. طب اللي بيكتشفوا المغيبات دي والاسرار في الكون كل يوم دي، يقول لك ده ما بيكتشفهاش، ده بتكشف له. ازاي بقى؟ قال لك كل سر في الكون ما لم يريد الله ان ينزله في الكون له عمر يطلع فيه، زي الواحد ما له ميلاد، فإن صادف العمر بحثك يجي ويا بحثك، وما بحثتش ولكن الميلاد بتاع السر جه يوم يجيبوا لك صدفة، يطلعوا لك كده صدفة. وسبعة وتسعين في من مكتشفات الحياة كلها إيه؟ كلها. ولذلك تجد في آية الكرسي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هناك قال أعوذ بالله لا إله إلا هو يعلم ما بين ايديهم ولا يحيطون، لا يحيطون بشيء من علمه. حط المين لنا بس بشيء من علمه الا بما شاء، يعني ويتولد تشوفوه، ما كانش اجيبه لكم كده صدفه. لكن في الثانيه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسوله. فالولد اللي بيحل لي تمرين هندسه ما هوش بيعلم غيب يا اخوي، قال وهو المطلوب. ما علمش غير لان في مقدمات معطيات اعطيت له، قاعد يجيبها يجيبها. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون. يبقى انتم مش خلقكم وانفلتتم منه، فاللي ما يؤمنش بنعمه الخلق
لازم ترهبوا نعمة الإعادة وإليه ترجعون.